الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لدينا قسمة على عدد من رقم واحد. كيف يتم القسمة؟ يقول لك ناتج القسمة. بنبدأ أول حاجة، طبعا أحد عشرات، بنبدأ بالعشرات. العدد هذا اللي هو 9. التسعة دي أكبر من الثمانية، إذا نسأل نفسنا التسعة فيها كم؟ ثمانية، اللي هي فيها ثمانية وحدة، هي ثمانية وحدة اللي هو في الخطوة الأولى نقسم اللي هو 9 على 8، نقول فيها الكم؟ فيها الواحد، ونضرب الواحد ده في الثمانية، 1 ضرب 8 الناتج 8، وبعد كده نطرح، نكتب الثمانية وين؟ الناتج نكتبه هنا. طيب نطرح 9 من الـ8، 9 ناقص 8 الناتج كم؟ 1. بعد كده ننزل 6 اللي هي الأحاد، تنزل هنا أصبح عندنا 16 قسمة 8. طبعا قبل 16 بنقارن، طبعا 1 أصغر من الـ8 ننزل 6 يبقى 16 قسمة 8، قسمة الخطوة الأولى قسمة، نقسم 16 على 8 الناتج كم؟ فيها 2. الخطوة الثانية نضرب، نضرب يقول فيها 2 ضرب 8، 2 ضرب 8 الناتج اللي هو 16. 16 نكتبها هنا ونطرح، طرح 16 طرح 16، الناتج اللي هو كم؟ 0 0. 6 ناقص 6 0، 1 ناقص 1 اللي هو 0. طيب نشوف السؤال الثاني، يقول أوجد ناتج القسمة. هنا نلاحظ أنها مكونة من العدد، مكون من أحاد وعشرات ومئات. أحاد عشرات مئات، نبدأ أول شيء من المئات اللي هي 8، العدد الأول 8. الثمانية هذه نشوف نقسمها على 2، نقول 8 قسمة 2 كم الناتج؟ اللي هو 4، لأن 2 في 4 تعطينا 8. طيب نكتب 4 هنا فوق، هذه 4 كتبناها، طيب وبعد ما نكتبنا نضرب الآن 4 في 2 الناتج 8، نكتب 8 وين؟ تحت 8، ونطرح 8 ناقص 8، نعمل طرح 8 طرح 8 الناتج اللي هو كم؟ 0. نزل 5، نزل اللي هي العشرات 5، بقت عندنا 5 قسمة 2، يعني 5 فيها كم؟ 2 فيها 2 2، نضرب 2 في 2 وحي قسمنا 5 على 2، 5 قسمة 2 الناتج فيها 2 وإيش؟ ب4. طيب ونطرح الآن 2 في 2، نضرب 2 في 2 اللي هي 4، ونطرح 5 ناقص 4 الناتج سواء، نقول 2 في 2 4، ونطرح 5 ناقص 4 اللي هي كم؟ 1. نقارن، 1 أصغر من 2، إذا ننزل 6 أصبح عندنا 16 قسمة 2، نقول فيها 8، ونضرب، طبعا قسمنا أول 16 على 2، وبعدين نضرب 8 في 2 اللي هي 16، ونطرح 6 ناقص 6 0، 1 ناقص 1 اللي هو 0. إذا الناتج النهائي اللي هو كم؟ اللي هو 28. هنا الناتج النهائي اللي هو 12 والباقي 0، هنا الناتج النهائي 428 والباقي اللي هو 0. نشوف الآن هذه العملية، يقول اقسم هذه، كيف نقوم بإجراء القسمة؟ القسمة هنا عشان تضع على رمز القيمة، طبعا هذه اللي هي قسمة مطولة أو رمز القسمة المطولة، نضع خط كده وننزل هنا على هذا بالطلب، ونقسم الآن 1 قسمة 3 اللي هو ناخذ الأحد أول شيء، 1 ما يقبل لأنه 1 أصغر من 5، إذا ناخذ رقمين اللي هو 13 فيها كم؟ 5 فيها 2، أضرب 2 في 2 في 5 كم؟ 10، نكتبها هنا ونطرح 3 ناقص 0 3، 1 ناقص 1 0. طيب الثلاثة ما تقبل قسمة على 5، الآن نزل 7، صار عندنا 37. 37 تقسيم 5 فيها الكم؟ يعني 5 في كم تعطينا 37 أو أقل منها شوي؟ 37 في 5، 5 في 5 في 7، 7 في 5 اللي هي كم؟ 35. طيب نطرح الآن 7 في 5 35، نكتبها هنا ونطرح
7 ناقص 5 2 و 3 ناقص 3 0. اذا الناتج 2 طبعا ما تقبل القسمة على 5، اذا الناتج النهائي هو 27 والباقي كم؟ باقي 2. نفس الطريقة بالنسبة لهذه 216 على 3. هنا نعمل عملية القسمة بهذه الطريقة ونبدأ القسمة. نبدأ القسمة بناخذ أول شيء الآحاد الاثنين، 2 تقسيم 3 ما تقبل، ناخذ عددين اللي هو ناخذ لا مش آحاد، العدد الأول هو مئات، ناخذ المئات مع العشرات بقت 21. 21 قسمة 3 فيها 7، اضرب 7 في 3 الناتج 21، اطرح 1 ناقص 1 0، 2 ناقص 2 0، نزل 6. 6 قسمة 3 فيها 2، 2 في 3 6، اطرح 6 ناقص 6 الناتج كم؟ 0. إذا الإجابة النهائية هي أو الناتج هو 72 الباقي 0. الحمد لله رب العالمين، شكرا جزيلا.